نظام الرعاية الاجتماعية هي خدمة مقدمة من الدولة، دعم مادي من الدولة، مادي ومعنوي، يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، سواء الإعانات المالية أو تقييم الإعاقة أو الإعانات المالية للأجهزة الطبية. توفير أفضل البرامج والتسهيلات للطلاب الجامعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة. الدعم السكني الأولوية في قروض الدعم السكني أو منح الأراضي أو صندوق التنمية العقاري للأشخاص ذوي الإعاقة. إصدار القرار الإلزامي لجميع المنشآت التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة. دعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. تعيين عضو في مجلس هيئة حقوق الإنسان من الأشخاص ذوي الإعاقة. إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030. نظام موائمة مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومساندة لذوي الإعاقة. 711 منشأة حصلت على شهادة موائمة. برنامج توافق يهدف إلى دعم وتمكين القوى العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. وزارة الرياضة في برنامج فخر يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها. هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل مع الجهات ذات العلاقة بزيادة توعية المجتمع، إقامة ورش عمل، دراسة أنظمة، دراسة مشروعات قوانين، اقتراح أنظمة.